بعد عرض Arabs Got Talent بيبدا عرض برنامج ذا فويس بالوقت اللي بدات فيه الاستعدادات والتحضيرات لتقديم برنامج ذا فويس كيدز، لكن السؤال اللي عم يشغل بال كتار هو احتمال تغيير بعض الحكام، وهو الامر اللي اشار له قبل فتره العميد علي جابر باحدى تصريحاته. اللي عم نفكر فيه هو انه نعمل ريفرش، اعاده تفعيل اللجان بكل البرامج تبعونا، ويمكن ان يعني نقترح انه يصير في تبديل بين برنامج وبرنامج ولجنه ولجنه. طبعا ما في شيء مؤكد حتى اللحظه، لكن تصريح علي جابر اثار بلبله بين النجوم والحكام، اللي كل ما يسالوا عن الموضوع بيكتفوا بالقول ما حدا حكينا بعد، يعني لا بياكدوا انهم باقيين ولا بياكدوا انهم فالين. وهذا بيعني انه الكره ما زالت حتى اللحظه بايد اداره الام بي سي اللي عندها رغبه بتغيير بعض الوجوه، وما علينا الا ننطر ونشوف مين رح يبقى ومين رح يفل ومين رح يجي بديل عنه.